سارفاتي، جامكي، روحوا جهزوا جوري فوق. أنا ما عم بعرف شو الفايدة من تجهيزها. المرة الماضية لبسناها ورتبناها وتعذبنا بتجهيزها كتير، بس الرجال رفضها بمجرد ما أجا. وهلأ رح يصير هيك؟ فولتي، هاي المرة ما رح يصير هيك، لأنه الشاب شاف صورة جوري وحبها كتير كمان. إذا ما فيك تقولي كلمة حلوة، على القليلة اسكتي ولا تحكي بنوب. نياتي، يوراج وين راح؟ بابا حبيبي، يوراج راح لأنه عنده شغل ضروري، هو ما بيطول. يوراج، ابني وين كنت؟ ما بتعرف انه الضيوف جايين؟ بابا، هو الحقيقة كان في عندي شوية شغل. يوراج، هذا التوتر اللي انا شايفه على وشك بيثبت لي انه انت عم تكذب بكل الحكي اللي عم تقوله. انا اسف، اسف. انا ليلي، شو اعمل؟ انا جاهز لكل شيء. كل شيء صار جاهز، انت بس روح وحضر حالك. ماشي. يمكن عائلة الشاب وصلوا، رايحة أشوف مين.